من الممكن تلغيم أي شيء بالمتفجرات، وذلك في المناطق التي وقعت فيها الاشتباكات. سيكون هناك الكثير من الألغام والذخائر التي خلفتها المعارك ولم تنفجر بعد، وقد تكون متناثرة هنا وهناك رغم أنها لا تزال خطرة جدا. إياكم من لمس هكذا مواد أو أشياء. عليكم أخذوا الحيطة والحذر من كل شيء، فكل مكان غير آمن حتى يتم فحصه من قبل العاملين المختصين في مجال إزالة الألغام. لا تلمسوا أي شيء ثمين أو ذو قيمة موجود في أماكن مهجورة. لا تلمسوا الأسلاك أو الحاويات المعدنية. فداعش عادة ما تقوم بتفخيخ هكذا حاويات بكميات كبيرة من المواد المتفجرة. إن نسبة 80% ممن لقوا حتفهم أو أصيبوا بفعل العبوات الناسفة في محافظة الرقة كانوا من العائدين إلى ديارهم الذين انفجرت بهم عبوات ناسفة كانت قد زرعتها داعش في بيوتهم. أغلب تلك المواد في الأماكن التالية: في المداخل، بالقرب من البوابات، وفي أي مكان من المتوقع أن يسير فيه الناس، تحت الأنقاض والركام، تحت السجاد، داخل الخزانات، في ألعاب الأطفال، وفي أدوات المطبخ. الجميع مهدد بخطر المتفجرات. إن هذه المواد تنفجر بسبب شيء قد يفعله الضحية، والذي عادة ما يكون لمسها أو الدعس عليها وتشغيلها أو مسكها أو عند فتح الأبواب. إن ذكرياتنا مع منازلنا لأمر رائع، لكن لا تدع العجلة تقتلك وتقتل أحبتك، ودع الأمر للمختصين.